سمية نعمان كسوس، سوسيولوج أستاذة جامعية وكاتبة. احنا اليوم تنتواجدوا في المقر ديال إنصاف، كاينة ندوة صحفية، وتنشكر بزاف 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 الصحافة اللي هي اليوم موجودة بواحد الشكل اللي ما كنتش أنا تنتظر، وهذا تيدل على الاهتمام اللي تعطى لهاد القضية ديال سناء، لا من جهة الصحفيين نتوما ولا حتى من نتوما يعني كمواطنين كأشخاص، يعني بأن هذه القضية ديال السناء يعني مسكم لا من ناحية المهنية ولا حتى من ناحية النفسية، وهذا بالنسبة لي أنا مهم بزاف. احنا اليوم تنتواجدوا هنا لأن إنصاف قروا على أن غادي يوضحوا بعض المسائل. كان اليوم المفروض أن الأب ديال سناء يكون تواجد معنا، ما جاش لأن في الحقيقة كان يعني واحد الاكتضاض ديال المداخلين عنده في المكان ديالو اللي مشاو الأسرة من تنشرت هذه القضية ديال سناء. فكل نهار تيستقبلوا الأسرة ديالو، تيستقبلوا عدد ديال الصحفيين ثم عدد ديال شبه الصحفيين، لأن من جملة هاد الصحفيين كاين اللي هما يعني جاوا بحسن النية واللي هما عطاو الخبر كيف ما تعطاتهم. مع الأسف كاين بعض علاش قلت شبه الصحفيين اللي هما تيقلبوا غير على الإشهار أو لو سونساسيونيل اللي جاوا ثم نشروا بعض المسائل اللي هي ماشي صحيحة. مثلا بأن الأب تيتفاوض مع هذوك لي فيولور باش يعطيو واحد قدر المالي، بأن راه يمكن الأب غادي يعطي لواحد من هذوك اللي اغتصبوا بنته للزواج، مع ان احنا عارفين هذا الشيء راه قانونيا من المستحيل. فواحد الوقت هذاك الاب لقى راسو بان عليه ضغوطات كثار، اليوم اختار انه ما يجيش، وحنا عارفين بان غدا غادي تحل دونك لو دوسي اون ابيل، اختار باش يبقاو ترانكيل عندهم في الدوار وما يجيوش لهنايا. مي المهم من هذا اللقاء هو الوجود ديالكم انتم اللي غادي تديو هذه الاخبار كلها، الوجود ديالكم مهم بزاف، لا باش تفضحوا لان احنا تنحاولوا باش نفضحوا، تنظن بان احنا هذا الهدف راه حنا وصلنا ليه، ولكن حتى باش توعيوا، وهذا الدور ديالكم انتم كلكم شباب، باش توعيوا حتى المجتمع باش يغير النظره ديالو التمثل اللي عنده من النساء او الفتيات لانهم اللي تتصبوا. وحنا عرفنا بان المجتمع ديالنا يمكن يكون قاسي، يعني التهمة تكون غالب الأحيان توجه لا لهادو اللي هما تيغتصبوا، ولكن الضحية تتبقى المرأة تمثل ديال المجتمع، مازال تنظروا لها كديك حواء اللي خرجت على آدم وخرجته من الجنة، وتنتعاطفوا أكثر مع هادو اللي هما تيغتصبوا أكثر من اللي تنتعاطفوا مع الضحايا. وحتى الكلمات اللي بالنسبة للأطفال، دابا هاد الوليد اللي ولدات سناء شنو هو يعني شنو هي الذنب ديالو؟ شنو هو الذنب ديالو اللي في المجتمع غادي نسميه يمكن ولد الحرام؟ هنا تنقول الدور ديالكم انتم كشباب وكمجتمع مهم بزاف، باش تحاولوا تغيروا العقليات وتغيروا حتى الكلمات اللي تتخرجوا من فمكم باش تكلموا على هاد الضحايا. وشكرا. نعم. القراءة القانونية ديال هذا الحكم هو أولا ما يمكنناش نقولوا بأن كانت رشوة، لأن احنا ماشي يعني احنا ماشي الشرطة ماشي هذا، تيخص تكون حجة. ولكن اللي تنقول أنا إذا كانت رشوة، أنا تتبان لي القضية يعني الرشوة احنا في بلاد اللي هي الدولة راه هي دايرة يعني كاين مسائل اللي هي ديال قانونية للرشوة إلى آخره ضد الرشوة. أنا اللي هو تيخوفني هي تتكون عقلية، أنا بالنسبة لي أخطر من القضية ديال الرشوة إلا كانت عقلية، وأنا تنظن بأن هاد الناس القضاة راهما تعاطفوا. احنا تكلمت على العقلية ديالنا، تنظن بأنهم تعاطفوا مع رجال أكثر من اللي تعاطفوا مع بنت اللي هي تغتصبت. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.